بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. المعصومين المظلومين الحجج الميامين، ما خاب ومن تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا فقد مات عطشانا بشط فرات. إذا للطمت الخيط فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلات. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوات. وقبر بطوس يا لا من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات أو بالعبرات. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر في العرصات ديار علي والحسين وجعفر والحمزة والسجاد والثفنات إلى أن يبعث الله قائما يفرج عنها الهم والكربات. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا التقي النقي الطاهر العلم بجده أنبياء الله قد ختموا. ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد لكانت لاؤه. هشام بن عبد الملك جاء إلى حج بيت الله الحرام، وذلك في زمن الإمام السجاد عليه السلام. جاء إلى حج بيت الله يريد يقبل الحجر. هذا الحجر يقول الإمام الصادق عليه السلام
هذا الحجر جاء به أبونا آدم عليه السلام من الجنة، ولون خوم أحجار الدنيا كلها مثل هذا الحجر ماكو، جاء به أبونا آدم عليه السلام من الجنة. فهشام يريد يقبل الحجر، كلام الصادق عليه السلام يقول: يأتي هذا الحجر يوم القيامة على شكل شاب أبيض، ملابس بيض، ريحته طيبة، يشهد لمن وفد إليه. ولذلك مستحب الإنسان يعني يمسكه، وإذا لم يتمكن لازدحام المكان هذا يسموه الحطيم. ليش يسموه الحطيم؟ لأن هذا المكان ازدحام، واحد يعطم الثاني، أي واحد يدفع الثاني. الحاج إذا ما يقدر يعني يمسكه يصير قدامه ويأشر له يكبر، وبعد الطواف تبدأ بالطواف بالحجر وتختم بالحجر، سبحان الله. فجاي هشام يريد يقبل الحجر فلم يتمكن لازدحام الناس، جابوا له منبر وجلس بفناء الكعبة، وإذا بالإمام السجاد عليه السلام قد أقبل. الإمام السجاد ماكو أحد وياه، هشام ويا جيش ويا حماية ويا معرف شنو. فالإمام السجاد عليه السلام جاء إلى الحجر المقدس، فالناس صاروا له صماطين، فقبل الحجر ثم رجع إلى مقام إبراهيم عليه السلام. الله يوديكم إن شاء الله تروحون إلى حج بيت الله الحرام، ما تكملون الطواف والسعي تجون تصلون وين؟ تصلون مقام إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، هذا المكان. فالإمام قام يصلي بهذا المكان، إجا واحد شامي سأل هشام قال: من هذا؟ قال: لا أعرفه. صدق هشام ما يعرف السجاد؟ لعد من قتله؟ من سمى للإمام؟ قال: لا أعرفه. وإذا بالفرزدق الشاعر، فرزدق الشاعر فرات فاتت الشهادة، لأن التقى بالحسين عليه السلام، وذلك في أثناء الطريق. حسين سأله قال: يا أبا فراس الناس شلونهم؟ قال: سيدي قلوبهم معك ولكن سيوفهم عليك. قال الحسين: إنا لله وإنا إليه راجعون. ليش ما رحت ويا الحسين؟ ها يا شاعر. هنا لما سمع الفرزدق الشاعر بأن هذا ما يعرفه ما أعرف شنو، رأسا قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، بجده أنبياء الله قد ختم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. فعند ذلك هشام سجن للفرزدق الشاعر، والإمام أمم حياته إلى 40 سنة، على رأس 40 انتقل إلى رحمة الله. نرجع إلى هشام ونرجع إلى زيد بن علي بن الحسين عليه السلام، لأن هذه الأيام أيامها. هشام بن عبد الملك يصحب زيد من المدينة المنورة إلى الشام، جاء تعرف ذاك اليوم بعد سفر متعب تعبان، أول يوم ما سمح له، ثاني يوم ما سمح له، ثالثا رابعا خامسا، يوم الخامس يلا انطم جال. دخل زيد عليه السلام على هشام ابن عبد الملك، يسموه أبو الذباب. أبو الذباب كان أحول العين ومعادي لآل محمد صلى الله عليه وآله. لما دخل عليه قال: سلام عليكم، مبتدأ وخبر. قال: يا زيد نفسك تمنيك
للخلافة وأنت ابن أمه؟ قال إسماعيل أبو العرب عليه السلام. إسماعيل أبو العرب عليه السلام أمه جارية، النساء ما تحد النشاط الرجال، فصار بينا وبين وشام سوى كلام ورجع زيت، رجع من الشام صار طريقة على الكوفة، وإن كان كرويات على كلهم صار طريقة على الكوفة، أهل الكوفة تعلقوا به، قالوا له أنت بعد ابن الإمام، ما إحنا ذول المروانيين ما نريدهم، قال لهم أخاف السموها سووها حسينية يوم عاشوراء الحسين عليه السلام، مش قالهم جيش ابن سعد، قالهم ألم تكتبوا لي أن أقدم، إنما تقدم على جدك مجند، أينعت الثمار، اخبر الجناب، أعشبت الأرض، وإذا لم تأتي إلينا خاصمناك يوم القيامة. حسين قال لهم ألم تكتبوا لي أن أقدم يا فلان ويا فلان؟ قالوا لم نفعل. قال يا سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم. هذول أهل الكوفة قالوا مخاف السوا حسينية. على كل ففتحوا ديوان رواية بايعوا 40,000، ورواية أقل من ذلك. الموعد مالهم وشعارهم شنو؟ الموعد مالهم أو سر الليل، إذا نادى المنادي يا منصور أمت، يعني لازم زيد وجماعة زيد يطلعون، ثوار يطلعون على كلهم. يقول كأنما الوقت مالهم مو نفس الوقت، يعني غير يوم طلعوا، نادى المنادي يا منصور أمت. الآلاف اللي بايعوا زيد عليه السلام اجوا 1500، 40,000 وين و 1500 وين؟ ب 1500 استولى على الكوفة، استولى على الكوفة، جماعة صاروا وياه، بينما هو يقاتل إذ جاءه سهم أصابه في هذا المكان، هذا المكان حد من نشاطه زين، ما كان يقدر يقاتل، جابوا له طبيب، الطبيب بذاك اليوم ماكو تخدير وبنجو ما أعرف شنو، قال له يا ابن رسول الله هذا المكان خطر، يعني هذا السهم اللي هنا خطر هذا، وأنا ما عندي أي علاج إلا أجره بالشلابتين، شلون يصير؟ قال له إلا أجره بالشلابتين، إذا جرته تموت. قال ويلك، الموت أهون من هذا الألم. وفعلا جره والسهم وقع زيت، حركوا وإذا هو ميت. من وياه؟ ويا ابن خمسة، واحد منهم عبد الزندي كان يشتغل للدولة بذاك الزمان، حشينا على ذاك الزمان يشتغل الهشام زنجي، عبد الزندي وياهم. هسه ظل ابن حاير وين يدفن الأبو؟ قالوا له زين نقطع راسه ونذبه، قال ما يصير. فأكو هناك نهر كان ما سدوا الماء جنبي أو حفرة وقبر بالنهر أو دفنوا زيت وهدوا الماء. أكو واحد عنده رواية هذا سندي راح خبر، ورواية رجل فلاح مزائر مزارع هناك شافهم فراح خبر شام، اجوا طلعوا من القبور وذبوه باب مسجد الكوفة كأنه الجبل، أو قطع وراسه ودول هشام، ودول هشام بن عبد الملك للشام. زين جسمه وين راح؟ جثته وين راحت الطاهرة؟ جابوه إلى مكان يسموه الكناسة، يعني مكان نفايات وما أعرف شنو، مكان وصيخ، سموه المكان يسموه الكناسة، صلبوه رجليه إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل، عار اللباس، قطيع الرأس، الله سبحانه وتعالى ستره قبل ودبر، كأنما فد وصل
من جسم الطاهر نزلت سترته قبل قبل ودبر. ورواية جاءت مجموعة من العناكب ونزلت على جسم زيد حتى جاءت الفاختة وباضت في جوف زيد 3 سنوات. ورواية أكثر مصلوب، زين ماكو واحد وين الشيعة بذاك الزمان؟ شلون لعد مسلم وهاني دفنوا الشيعة المحبين؟ شيعة لو نار وصار الدخان حائل بينهم وبين الجيش، ودفنوا مسلم بن عقيل وهاني بن عروة، زين ماكو واحد بذاك الزمان يجي يتسلل وياخذه ويدفنه؟ بعدين نزلوه، اسمع غاتي، بعدين نزلوه وحرقوه، جسمه حرقوه وجمعوا الرماد ماله، فجزء ذروه بالهواء وجزء ذبوه بالماي. هذا رماد جسم زيد ابن علي بن الحسين عليه السلام. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ما منا إلا مقتول أو مسموم. الزمن من الإمام علي عليه السلام إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ما منا إلا مسموم أو مقتول أو مسجون. وجماعة ذكروني بأن قال بلك تذكر السيدة رقية، السيدة رقية والله إن شاء الله زقنا شفاعتها وزيارتها. قال حميد ابن مسلم: لما حرقوا المخيم الإمام السجاد قال: عم عليكن بالفرار، فررنا بنات رسول الله من الخدور وهن يلدن بعضهن في بعض. قال حميد ابن مسلم: رأيت طفلة لها من العمر 3 سنوات 4 سنوات، النار صادم ملابسها، قول ركضت هي ركضت، فشافت روحها ما تخلص وقفت. قالت: يا شيخ هل قرأت القرآن؟ نعم سيدي. قالت: هل مرت بك هذه الآية: فأما اليتيم فلا تقهر؟ يا شيخ أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين، أنا رقية، وأكو رواية يتيمة من الأم ومن الأبو، يعني يتيمة الأم أمها ماتت عن نفاس. السيدة رقية عليها السلام قالت: يا شيخ لنا أم علينا؟ قلت: سيدتي لا لكم ولا عليكم. قالت: يا شيخ هل لك علم بعم؟ هل لك علم بوالدي؟ هل هو في قيد الحياة أم قتلوه؟ قال: قلت سيدتي بل قتلوه. قالت: بالله عليك هل سقوه من الماء؟ لا يا سيدتي بل قتلوه عطشان. قالت: وحسيناه وسيدا بالطف قال ابن مسلم يوم الهجمة العسكر شفيت طفلة من المخيم تقوم وتريد تتعثر، عمت عيني وسار النار بطرف ثيابة تسعر، ردت أقرب وطف الثوب مسعر النار بذياله، صدت لي بقلب مرعوب وأنا مغير الحالة. قالت لي: يا شيخ قريت هاي الآية بالقرآن؟ لعندي تيم لا تقهر قلب نص الرحمن، بي ما دريت انت يتمت من قضاء شام، ضامي وما سقاه الماي عطشان ويبس دلاله،
قالت لي يا شيخ إن قبر بالغرد الليني قلت لها عليك بعيد دربة يا بعد عيني. قالت شال أبويا حسين يا شيخ الساعة وديني جبتها وشافت مطبر ودم على الثرى يجري. صاحت يا أبويا حسين فدوى يروح لك عمري ولا شوفك على التربان ودمك على الثرى يجري. قل يا والدي والله عظيمة أنا أصير من زغري يتيم ونوح من عقبك لجيم أثار الأبويا ناس خيمة يفي على بنات وحريمة محل الأبو محل دلال يفي على بنات وعيالة. جنت يوم الذي ما شوف ملقاك تظل روحي حزينة لما نلقاك ما ادري شلون يا أبويا على فرقاك انت بكربلاء واحنا مرحلين. يا الله يا مشافي يا معافي يا الله. اللهم شافي مرضى المؤمنين، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. أخواني المستمعين، اللهم اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم، أرحم موتاهم المؤسسون لهذا المأتم، اللهم تقبل أعمال إلى أمواتهم وإلى أموات المستمعين ومن ماتوا على الإيمان والهدى. الفاتحة مع الصلوات.